السلام على المعذب في قعر السجون وظلم المطامير، السلام على صاحب المناجات الكثيرة والدموع الغزيرة، السلام على صاحب السجدة الطويلة والضراعات الجميلة، السلام على الساق المربوط بحلق الحديد، كان مغلولا بالأغلال في سجن بغداد، السلام على الجنازة المنادى عليها بذل الاستغفار. نعم، لما طال حبس إمامنا عليه السلام في سجون بغداد ضاقت صدور شيعته إلى أن توسل علي بن سويد ببعض الوسائل حتى دخل على إمامنا عليه السلام فوجده في مطمورة تحت الأرض لا يعرف فيها الليل من النهار. لما عرفه الإمام قال: من علي بن سويد؟ قال: بلى سيدي، فداك علي بن سويد. إلى متى يا ابن رسول الله؟ لقد طال بنا الانتظار. متى الفرج؟ قال له يا ابن سويد: ما الذي أتى بك؟ قال: سيدي، شوقي إليك حملني إليك، والله لقد ضاق صدورنا. قال يا ابن سويد: بل